معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول متخصص في الشأن السوري سيد صالح فاضل، مرحبا بك سيد صالح. هناك تحذير غربي إذن لنظام الأسد من استخدام السلاح الكيميائي والتركيز على ذلك في الهجوم على إدلب، هل هو موافقة ضمنية من الغرب للنظام للهجوم على إدلب؟ الواضح تماما أن يا بشار الأسد اقتل كما تشاء ولا تستخدم الكيماوي، وبالتالي هذا ضوء أخضر وأبيض وإذن مباشر للأسد لاستخدام العنف في منطقة إدلب. يعني مع احتمال هجوم النظام على إدلب هناك، إذن هناك من يدفع إلى عدم المصالحة مع النظام لتفادي الهجوم المرتقب. يعني الحقيقة تفضل نعم. يعني إلى أي مدى يمكن أن تصمد إدلب أمام هجوم النظام المحتمل برأيك؟ الانكسارات السابقة في معظم جبهات الثورة السورية كان سببها ما يسمى بالضفادع، أي أزلام النظام المدسوسين في قلب الثورة السورية، وبالتالي المصالحات كانت تعطي حالة نفسية من الانكسار لدى الثوار، وبالتالي حصل ما حصل في درعا وفي الغوطة حتى وفي حلب كلها تحت إطار ما يسمى المصالحات، ولذلك أرى أن مقاومة أدعياء المصالحة مع النظام هو من شروط النصر القادم ضد النظام. طيب ماذا أعدت فصائل المعارضة إذن للهجوم المحتمل مع أنباء عن تجهيز نظام أضخم حملة عسكرية للسيطرة على مدينة إدلب؟ الذي أعدوه الآن أو من فترة هو أيضا توحد الأعداد الأكبر من الفصائل ونسيان أي الاختلافات السابقة وتوحيد غرفة العمليات، وأيضا هناك تدريبات عسكرية وأسلحة نوعية ربما حصلت عليها قوات الثورة السورية، وهناك روايات جيدة تقول أن هناك مضادات للطائرات أيضا في المنطقة. أيضا المنطقة جغرافيا يعرفها الثوار بشكل دقيق، وأيضا هناك مناطق جبلية ومناطق وعرة، سيستخدم الثوار المزيد من أساليب القتال ومقاومة الاحتلال الروسي وما تبقى من قوات النظام. مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قال إن موسكو ترغب بخروج القوات الإيرانية من سوريا، ولكن التصريحات الروسية تقول لا يمكننا أن نفرض على إيران أن تخرج ميليشياتها. كيف ترى هذا السجال الأمريكي الروسي بشأن الميليشيات الإيرانية داخل سوريا؟ حقيقة يعني مسرحية كبرى تمارس على الشعب السوري، الروس دخلوا بالضوء الأخضر الأمريكي وكذلك الإيرانيين. المسألة الأخرى، الأمريكان لا ثقة يعني بتصريحاتهم، حتى اليوم هناك تصريحات لمسؤولين أمريكيين يقولون أن روسيا فشلت وغير قادرة على إخراج الإيرانيين من سوريا، ورغم تناقض المصالح الإيرانية الروسية، هذا ما يصرحه الأمريكان وبروايات أخرى يعني تصريحات أخرى، وبالتالي الأمريكان فاقدي المصداقية. لكن بطبيعة الحال المصالح الدولية عندما تحقق ما نسميه بالانتصارات، وهي ليست انتصارات يعني حقيقية وإنما استخدام العنف أمام السلاح الخفيف، يختلفون على توزيع الكعكة بينهم، وبالتالي تراهم جميعا وقلوبهم شتى. شكرا جزيلا لك سيد صالح فاضل متخصص بالشأن السوري.